ينطلق في هذه اللحظات صاروخ عياش 250. هو أعظم ما أنتجته القوة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية، هو عربون وفاء وتقدير ليحيى عياش من تلامذته ورفاقه. هذا هو عمله، هذه المتفجرات اللي صنعها أبو البراء تطورت من شيء لشيء لشيء لصارت صاروخ. يحيى عياش الأب التقني للمقاومة الفلسطينية ومهندسها الأول، ومعه دخلت المواجهة مع الاحتلال مرحلة جديدة. يحيى لما دخل على الخط بالنسبة لنا في الضفة الغربية هو الذي بدأ التصنيع. في وثائقي المهندس الذي أنتجته الميادين نتحدث عن مسيرة العياش وكيف انضم إلى القسام وكيف بدأت عمليات التصنيع الأولى. قال الإسرائيليون لا يوجد عقل يناظر أو يوازي المهندس يحيى عياش بقضية تربيط الدوائر الكهربية للمتفجرات، وكان هذا هو التميز الاستراتيجي والنقلة الاستراتيجية النوعية في قضية المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة. في الوثائقي نكشف مع رفاق درب المهندس عن كواليس تجهيزهم للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة وكيفية اختيار الاستشهادي وإرساله لتنفيذ المهمة الفدائية، كما نعرض لأبرز عمليات المهندس التي ضربت في تل أبيب والقدس ونتانيا والعفولة والخضيرة. قتلت عمليات العياش العشرات وأصابت المئات من المحتلين وكانت سبباً أساسياً في إفشال مشروع التسوية، لكن الإنجاز الأكبر هو وضع يحيى عياش حجر أساس التصنيع العسكري للمقاومة الفلسطينية.